تعرف ليه مشروب الخشاف مرتبط بشهر رمضان؟ كلمة خشاف هي كلمة تركية أو فارسية الأصل، وكلمة خشاف في اللغة التركية معناها تمر منقوع، وكلمة خشاف في اللغة الفارسية معناها مشروب الحلو أو اللي طعمه حلو، وكمان ليها أصل عربي ومعناها الثمار الجافة أو الثمار اليابسة. الخشاف ظهر في العصر العثماني، وكان بيطلق على بياع الخشاف الخشيفاتي، وكان منتشر جداً وقتها. ويقال إن المصريين زمان خدوا العادة دي من الأتراك لحد ما بقى في مشروب خشاف في مصر، وبقى المشروب الرسمي في شهر رمضان وقت الأذان. تعال بقى أقولك الخشاف بيتعمل من إيه؟ بلح، مشمشية، قراصية، مية، وسكر، وقمر الدين، وبتضيف مكسرات حسب رغبتك، وكمان قطع فاكهة حسب رغبتك. قول لنا بقى، بتحب الخشاف ولا لا؟ شاركنا برأيك في الكومنتس.